كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات وجعلني وإياكم من أهالي الجنات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سنقف مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ويقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. سنقف عند مقطع من هذه الآية، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما ما معنى وما هنا؟ ما هي ما؟ هل هي ماء النافية أو هي ماء الموصولة بمعنى الذي؟ فإذا كانت ما هنا بمعنى الذي فيكون معنى الآية يعلمون الناس السحر نقطة، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يختلف فيكون بمعنى الذي، أو تكون ما هنا نافية فيكون معنى الآية يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي لم ينزل السحر على الملكين ولكن ببابل هاروت وماروت هما اللذان يعلمون الناس السحر. فالآية لها أكثر من معنى حقيقة، خاصة إذا قلنا أن الملكين فيها قراءتان، الملكين والملكين، وهكذا القرآن جميل جدا عندما يتدبره الإنسان ويغوص في قراءاته ويغوص في معانيه يجد اللذة في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. فالملكين قيل هما جبريل وميكائيل وقيل هما هاروت وماروت، وإذا على قراءة الملكين بكسر اللام ملكين ملك هما داود وسليمان، فيكون معنى الآية إذا قلنا إن الملكين وهما داود وسليمان فتكون الآية يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، ما أنزل على الملكين يعني ما أنزل الله على داود وسليمان هذا الأمر، لأن سليمان اتهم بالسحر إذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولم ينزل على داود وسليمان، لم ينزل على الملكين وهما داود وسليمان، هنا المعنى واضح. المعنى الثاني إذا قلنا ما بمعنى الذي، ما بمعنى الذي، فتكون الآية يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين أو الملكين يعلمون الناس السحر والذي، أي تكون موصولة بمعنى الذي، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي أن السحر نزل على الملكين وهما هاروت وماروت فيكونان من الملائكة، وإنما أرسلهم الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبارا للناس. لماذا؟ لأن السحر كان قد انتشر بين الناس، فأنزل أرسل الله ملكين يعلمان الناس السحر ويفرقان بين السحر وبين المعجزة والكرامة. وإذا قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فيكون الملائكة هنا ابتلاء واختبار
من الله تبارك وتحذير وتنبيه للناس، نعلمكم السحر حتى تميزوا بين السحر وبين المعجزة، وهي الآية التي يأتي بها النبي. والمعنى الثالث لهذه الآية، يعلمون الناس السحر أي الشياطين، والذي أنزل على الملكين، ما بمعنى الذي، والذي أنزل على الملكين ثم وهما جبريل وميكائيل، ببابل هاروت وماروت، فتكون في الآية فيها تقديم وتأخير، فيكون يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون هاروت وماروت هنا رجلين سيئين من شياطين الإنس وليس من الملائكة. إذن ثلاث احتمالات: الملكين داود وسليمان، ويكون بمعنى النفي أي لم ينزل على الملكين، أو الملكين وهما هاروت وماروت، ويكون هذا ابتلاء واختبارا. المعنى الثالث أن الآية فيها تقديم وتأخير، وأن الآية تكون هكذا: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكونان رجلين سيئين وهما يعلمان الناس السحر وليس الملائكة، وإنما جاءت الملائكة جملة اعتراضية وسط هذا الكلام. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما يفرقون بين المرء وزوجه، وهذا ما يسمى بسحر التولة، وهو سحر الصرف والعطف، وهو أن المرأة تحب زوجها أو يحبها أو تكرهها أو يكرهها، والذي يجمع بين الزوج أو يفرق بين الزوجين ما يسوى بالتولة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أعاذنا الله وإياكم من الشرك، وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، جعل الله وإياكم من الشرك.